الوطنية. الوزير الداخلية الجزائري لا يعلم شيء عن الجزائر للأسف، ولا علاقة له بالشعب الجزائري إلا أن يقمعوا ويقهروا، ويقول أن الأحداث اللي جرت في بريان، وأي قول أنها من صفة المجتمعات التي تتطور يراها إيجابية. نعم، من وجهة نظر إيجابية، لأنها تحمي حلفاء في المافيا واللي أنشأوهم حتى يحطموا الشعب الجزائري وحتى يحطموا الجزائر. اللي يحدث في بريان هو المافيا، مافيا الفساد، تريد أن تغرق المدينة، وهناك انتفاضة جماهير، انتفاضة شباب للأسف وجهت خطأ. لماذا أقول أنها انتفاضة شباب؟ لأنها قبل أسبوعين كان نفس الانتفاضة حدثت في شلف. عشرات الآلاف من مدينة شلف انتفضوا ضد الإدارة الفاسدة وضد مافيا الفساد اللي أنهى نهب أموالهم ونهب إمكانياتهم، وجعلهم 28 سنة هم ما زالوا ينتظروا في تخليصهم وفي إيجاد حلول لهم من الزلزال اللي حدث سنة 1980. لماذا أقول انتفاضة شباب؟ لأنها في الحقيقة هي كانت ستكون انتفاضة ضد الفساد وضد المافيا، كما حدث في قصر البخاري قبل أسبوعين أيضا، وكما حدث في مدينة الشطية مجاورة لمدينة شلف قبل أسبوعين وثلاثة أيضا. أحداث مهما كان المفجر لها، غير أنها في حقيقة الأمر تعبر عن نقمة الجزائريين، عن نقمة الشباب الجزائري، عن رفض الشباب الجزائري للحقرة، للظلم، للقهر، للفساد، لما يحدث. فإذا به أي شيء الآن يفجر هذا الشباب، مثل ما انفجر قبل شهر في تيارت عندما ماتوا 15 شاب في البحر، لهم الحوت، لأنهم يريدون أن يهربوا من جحيم الظلم، جحيم الحقرة اللي عايشينه. وعندما حدث قبل شهر ونص في مدينة قديل بجانب مدينة وهران أيضا، تعددت الأسباب، ولكنها دائما مهما كان السبب المباشر إنه تعبير عن نقمة حقيقية عن ما يحدث، وعن هذه اللوبيات وهذه العصابات المحلية وهذه العصابات المرتبطة بالأجهزة المخابرات والمرتبطة بالعصابة الحاكمة في الجزائر. يريدون بعد مقتل أكثر من 200,000 جزائري، وبعد خراب الجزائر، وبعد تدمير الجزائر، وبعد هجرة مئات الآلاف من الجزائريين، يريدون مزيد من التدمير، مزيد من النهب، مزيد من الفساد، لا يكتفون بذلك. وللأسف، للأسف يتوجهون بالجزائر نحو الكارثة حقيقة، يتوجهون بالجزائر نحو كل ما شفناه. إذا استمرت هذه الجماعة الحاكمة بهذه الطريقة، كل ما رأيناه سيكون بسيط جدا مع ما هو آتي. ما يخطط الآن للجزائر مخطط جهنمي يستهدف تقسيم الجزائر جغرافيا. الجزائر الآن في خطر، الجغرافيا في خطر، بعد ما تم تهديم المجتمع، وبعد ما تم نهب وتكسير الدولة، وبعد ما تم تكسير الشعب، الآن يفكرون في زرع هذه الحقد والفتن داخل أبناء المدينة الواحدة وداخل أبناء الوطن الواحد. مأساة حقيقية. لكن أنا دائما على يقين من أن الجزائريين سيكونون في آخر المطاف مثل ما كان أباؤهم يوما ما، عندما كانت فرنسا تعتقد أنها ستبقى في الجزائر للأبد. كان هناك جزائريون يفكرون ويخططون من أجل أن يحرروا وطنهم، وبالفعل استطاعوا. عندما احتفل الفرنسيون سنة 1930 بمرور 100 سنة على استعمارهم وإلحاقهم الجزائر وجعلها فرنسية إلى الأبد، في نفس السنة كانت جمعية علماء المسلمين تقريبا في نفس الوقت، كانت ترى النور، وتقريبا في نفس الوقت كانت جمعية شمال إفريقيا قد رأت النور بقيادة مصلي الحاج،
وعبد الحميد بن باديس في الجمعية، وهؤلاء كانوا يربون في جيل هو اللي فيما بعد قاد الثورة وحرر الجزائر، لكن للأسف إخواني حرر الأرض ولم يحرر الإرادة، حرر الجغرافيا ولم يحرر المجتمع من حكم من كانوا يوما ما يعتقدون أن فرنسا باقية للأبد ويؤمنون بفرنسا ويؤمنون بثقافة فرنسا وبأخلاق فرنسا وبحضارة فرنسا. ها هم الآن يحكمون الجزائر عنوة وبقسوة وبقهر. إخواني في الجزائر في كل مكان وفي مدينة بريان بشكل خاص، أحيي فيكم نخوة أعيان الملكية ونخوة أعيان العزابة، هؤلاء الأشراف من الإباضية ومن الملكية من بني مزاب ومن العرب، هؤلاء هم بعد الله من تلجؤون لهم، وهؤلاء فيهم شرفاء وفيهم مخلصون وفيهم أفاضل. استمعوا إليهم، لا تستمعوا لغيرهم، استمعوا لهؤلاء، هؤلاء هم أحرص الناس لأنهم منكم وأنتم منهم، هؤلاء أباؤكم، هؤلاء هم الأفاضل في المدينة، استمعوا لما يقولون. وأنا على يقين من أنكم ستمرون بهذه المحنة ستكونون أقوى إن شاء الله. فكروا في شيء، كيف تقضون على الفساد، كيف تقضون على المافيا، كيف تقضون على الذين ينهبون أموالكم وأرزاقكم وخيراتكم، كيف الذين يسيمونكم سوء العذاب. فكروا كيف ننهي هذه المأساة كلنا كجزائريين في كل مدينة في كل بلدية في كل مكان، لابد أن نبدأ نفكر كيف نغير الأوضاع، كيف نغير طبيعة النظام، كيف نحيي من جديد مجد الجزائر. السلام عليكم.